أكثر من 6 أشهر من السيطرة على مدينة الموصل، والجثث لا تزال تملأ شوارع المدينة القديمة المدمرة في الجانب الأيمن. وبخلاف ما أعلنته مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى عن انتهاء عمليات انتشال جثث من تحت الأنقاض، يؤكد تقرير لوكالة فرانس بريس أن جثث المتحللة ما زالت تؤرق حياة السكان وتعيق عودة الكثير من النازحين إلى بيوتهم. أساساً ما تفوت للمنطقة من وراء هاي الجثث ومن وراء هاي الرياحة الغيحة اللي هي من تلي غيحة وميكروبات وجراثيم، وتخاف يعني هم تخاف شو اسمه من 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 تتمرض، وتخاف لا ينقل لك عدوى شغلة من الجو. ثاني شيء لحد الماي، كل هذا لازم كله يتنظف، كله ينشال. قليل من المغامرين يدخلون أحياء الموصل القديمة، لكنهم يضعون الأقنعة على وجوههم بسبب رائحة التعفن القوية التي تفوح في المكان، حيث يخشى السكان في شكواهم إلى المسؤولين المحليين من انتشار أمراض وبائية كالطاعون وسط إهمال الحكومة لنداءاتهم. بس ممكن أنت بموجب عملك تقدر تتصل بشكل ولو ما مؤثر، بس أسمعت لو ناديت لعله يتذكر. لا لا عمي، راح أضغط هسه أسوي بيها كتب، وراح هسه أسوي مناشدة، وراح أحكي بالإعلام. كل ما نتكلم هذا ما اختلف، خلينا نجعل بس ما نخليهم وباء. لا انزيلهم رحم الله والديك. هذا راح إذا الوباء أصيب بهالمنطقة هاي راح ينتشر، يصير عمي إلى غير المحافظة. هسه احنا زايدين. هذه جثث متروكة وسط طلة الدمار الكبيرة المطلة على نهر دجلة. يحذر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار من أنها تهدد بكارثة إنسانية في حال تلوث النهر بفعل تلك الجثث، لا سيما مع موسم الشتاء والفيضانات، فسيكون من شبه المستحيل تنقية المياه لأن محطات التكرير في المنطقة دمرت بفعل 9 أشهر من المعارك الدامية.